ولما سيدنا عيسى طلع من بيت الله قال له واحد من الحواريين: يا معلم، شوف جمال هالأحجار وهالمباني. فقال له سيدنا عيسى: كل هالمباني الضخمة يجي يوم ما يقعدش فيها حيطة على حيطة، يتهدم كلها. وبعد هكي لما كان سيدنا عيسى قاعد فوق في جبل الزيتون مقابل بيت الله، خذوه بطرس ويعقوب ويوحنا واندراوس على جنب ونجدوه وقالوا له: قول لنا هالخراب اللي تحكي عليه متى يصير، وشن هي العلامة اللي تبين جيد الخراب؟ فقالوا لهم سيدنا عيسى: ردوا بالكم حد يخدعكم، يجي يوم ويجوكم ناس وجدين بسمي ويخطئوكم بكلامهم، وكل واحد فيهم يقول أنا هو المسيح مختار الله، ولما تسمعوا بأخبار حروب ما تخافوش. فهذا لازم يصير، لكن هذا مش معناه قيام الساعة، لأن حتنقلب قبيلة على قبيلة ومملكة على مملكة، ويصيران زلازل ومجاعات في مكانات واجدة، ولكن هالعلامات هي بس بداية الألم اللي يسبق الحكم اللي جاي، كيف بداية ألام الولادة اللي تحس بها المرأة لما تبي تولد. وبالنسبة لكم انتو أفضل من أرواحكم، لأن علي سباية يأخذوكم للمحاكم ويضربوكم في كنائس اليهود، وعلي سباية توقفوا قدام حكام وملوك، وتكون هذه فرصة لكم باش تشهدوا على إيمانكم بيا، ولازم يوصل الخبر اللي يفرح لكل الشعوب قبل ما يجي اليوم هذا. ولما يجيبوكم للمحاكم ما تحتاروش في الكلام اللي تقولوه باش تدافعوا على أرواحكم، لأن الله هو اللي توا يدافع عليكم ويلهمكم بروح الله المقدس اللي تكلم على أفوامكم. ويجي يوم يسلم الأخ خوه ويسلم الأب ولده للموت، وينقلبوا عيال على أبهاتهم وأمهاتهم وسلموهم للموت، وتكونوا مكروهين من كل الناس بسبب إيمانكم بيه، لكن اللي تحمل للنهاية ينجى. وإما تشوفوا الحاجة النجسة اللي جيبوها الغرب داخل بيت الله اللي قال عليها النبي دانيال، الناس اللي قاعدين في منطقة يهوذا لازم يهربوا للجبال، واللي قاعد فوق سطح حوشة ما ينزلش للحوش باش ياخذ حاجته، واللي في المزرعة ما يردش الحوشة باش ياخذ البشر. يا ويل الحوامل اللي رضع في هذيك الأيام، اطلبوا من الله إن ما تصيرش في الشتاء، لأن يصير ذيك في هذيك الأيام عمره ما صار ولا يصير من يوم خلق الله العالم اليوم نهضة. ولولا أن الله ما قصرش هذيك الأيام ما كانش نجاح حد، لكن الله كان رحيم على الناس اللي اختارهم وقصر هذيك الأيام. وكان قال لكم أي واحد أن المسيح قاعد هناك والله قاعد هناك ما تصدقوش، لأن توا يطلعوا كذابين وجدين يقولون هم المسيح، ويقولوا إنهم أنبياء من الله، ويديروا معجزات وآيات باش يحاولوا يضلوا حتى الناس اللي اختارهم الله لو يقدروا، عشان هيك يفطنوا. أنا نبهتكم علي كل شيء قبل ما يصير. وقال أخرى: وبعدها الضيق زي ما قالوا الأنبياء لما قالوا عن حكم الله اللي جاي، تظلم الشمس والقمر يغيب ضيا، وتطيح النجوم من السماء، وتزعزع القوات اللي في السماء. وقتها حيشوفوا الناس الحكم جاي، نعم حيشوفوا سيد الناس جاي وسط السحاب بكل قوة وجلال، ودز ملائكته باش يجمعوا الناس اللي اختارهم من جهات الأرض الأربعة ومن تحت السماء.